مساء تفضل. الخير جميعا، وحب أشكر ائتلاف الخليج على هذه الدعوة. إحنا كخليجيين نلتقي اليوم في لحظة تاريخية مهمة للشعب العربي، فما حمله تاريخ 15 أغسطس 2020 من إعلان مشؤوم لتطبيع العلاقات بين دولة الإمارات وكيان الاحتلال، مما يعني دخول كيان الاحتلال رسميا للخليج في المرة الأولى. لا، والغريب أن هذه الخطوات يعني أتت في ظل توحش الاحتلال، توحش سياسات الاحتلال، خاصة في إعلانات الضم، مثلا ضم الجولان، ضم الضفة، رغم أن كل هذه تعتبر انتهاكات يعني معهودة منه وغير مستغربة، لكن حتى القوانين الدولية المحابية لها يعني ترفضها. وهذا الاتفاق غالبا يأتي ضمن سلسلة اتفاقيات سابقة أكد تاريخ الصراع العربي الصهيوني معها عدم جدواها، وأن تذرعت دائما بالكذب والتوهم بحقوق الفلسطينيين، فناتجها دائما ما يكون مكاسب أكبر للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية والتهجيرية ضد الشعب الفلسطيني. يعني لا يمكن أبدا أن نفهم أن هناك جدوى لدول الخليج في التعاطي مع دول مع دولة الاحتلال بشكل رسمي، خاصة إذا علمنا يعني أن دولة الاحتلال مستحيل أن تعطي أي امتياز لدولة عربية، فما بالك لو كانت حتى خليجية. كذلك هناك نقطة يعني مهمة ممكن نشير لها، أن غالبا ما ترتبط دولة الاحتلال في التيارات المعادية للديمقراطية، مما يعني أن دولة الاحتلال والتطبيع معها يعني ديمومة للسلطة والسلطوية في الخليج، وهذا مؤشر مهم يجب علينا جميعا كخليجيين أن نلتفت له في ظل يعني حالة القمع التي يعانيها الناشطين في كل في المجال العام بشكل عام. يعني هذه نقطة. النقطة الثانية اللي هي أن التاريخ دول الخليج في دعم وتأييد القضية، يعني زي ما قال سلطان هناك إرث تاريخي كبير، يعني بدأ من وعد بلفور، مش من اليوم، أو من وعد بلفور، وهذا تأسس من خلال كل تقريبا فئات المجتمع، سواء كانوا سياسيين أو مهنيين أو حتى رجال دين. فهذا الإرث اللي بدأ من يعني قبل الاستقلال وإنشاء الدول كان يجمع التبرعات لفلسطين، سواء كانت في الشارقة أو دبي أو حتى البحرين، وتعدى ذلك الإرسال حتى المقاتلين. فتاريخيا دائما ما كانت قضية فلسطين تحظى على إجماع شعبي عريض وممتد. النقطة الثالثة اللي هي يعني ممكن نشير لها هي يعني منظمة دول مجلس التعاون، اللي مفترض أنها تكون يعني جامعة لتطلعات الشعوب. منظمة دول مجلس التعاون تعاني من صراع كبير، وهذا الصراع اللي حصل في الأزمة الخليجية مؤخرا يعني أضاع من عندنا من عندهم تصور موحد للأمن القومي. صار في تباين صريح في مواقف الدول في صراعات المحاور اللي حاصل الآن. هذا التباين سمح بتسلل قوى إقليمية خارجية داخل منظومة الأمن القومي الخليج والاستفادة من الخلافات الخليجية. نحن الآن نرى مثلا إسرائيل بحجة تركيا مثلا في قطر، أو نرى مثلا تواجد إيراني مثلا بحجة والله قواعد أمريكية. هذه السياسات المحاور والاستفافات يجب أن لا تحرف بوصلتنا دائما إزاء الصراع، بل عليها أن تؤكد دائما أن العدو الصهيوني هو عدو الأمة الوجودي. النقطة الأخيرة هي أن ما حدث في الإمارات يجبرنا الآن على توحيد جهودنا الشعبية لرفض التطبيع والعمل بجهود أكثر تنظيما وتأثيرا، بالذات في فتح مساحات أكبر للتعبير عن رفضنا لتلك القرارات المنافية لتاريخنا وقيمنا. المرحلة القادمة خطرة، تستوجب توحد وتكاتف كافة القوى السياسية الخليجية والنخب المناهضة للتطبيع، والقيام بعمل جماعي شعبي يعكس آراء الرافضين لهذه الخطوات. التعاون اليوم هو الذي يجب أن يكون حتمي، ويجب أن يتجاوز الصراعات المصطنعة التي يعني تأثرت بالأزمة الخليجية المؤسفة، خاصة في الفضاء الإلكتروني اللي غالبا ما يقف خلفها أجهزة تابعة للحكومات.
ودائما يعني من خلالها تتسلل علينا دعوات التطبيع، سواء كانت رياضيا أو ثقافيا أو اقتصاديا. وهذه كانت بداية المحاولات الإماراتية، كانت بدايتها تطبيع اقتصادي. فالمرحلة القادمة، فالخليج اليوم يستوجب وقفة جادة وحادة من الخليجيين ومن النخب فيه، سواء كانوا سياسيين أو مثقفين أو أكاديميين أو فنانين. عليهم أن يستخدموا تأثيرهم وأن يتخذوا مواقف أكثر صلابة ولا يكتموا صوتهم، حتى لو كانت هناك مخاطرات أكبر، لكن الوضع الآن أصبح لا يسمح يعني بالسكوت، خاصة إذا رأينا أنه ممكن في الأيام الجاية البحرين أو عمان تلحق في ركب الإمارات. طبعا في نقطة بس أحب أني أشير عليها آخر شيء، اللي هي وعي الشعوب. يعني وعي الشعوب اليوم هو السلاح الآن في هذه المواجهة التي تستهدف بيع قضايانا. فدائما ما كان يعني يرددها سفاح الاحتلال نتنياهو، أن أكبر عائق وأهم عائق أمام التطبيع كان هو الرأي العام العربي الرافض له. فهذا ما يحتم علينا مواصلة كشف جرائم الاحتلال وفضح دعاياته الإعلامية وقطع كافة الطرق أمامه. وهذا يعني ممكن يكون إجابة على سؤال ما العمل. يعني فالزيادة الوعي ممكن يبني جدار متماسك ويشحن تاريخ الخليج في صراعه الدائم مع الاحتلال ومشاريعه. فإحنا الآن ممكن نكتب عن فلسطين في كل مكان، في وسائل التواصل الاجتماعي، في الصحف، ممكن الشعراء يكتبون، ممكن الفنانين يرسمون، ممكن السياسيين يصيغون خطاب جديد يحفظ ويعيد القضية وهجها بين الناس، بالذات يعني الجيل الجديد القادم إلينا. وما أضيف كثير على ما قاله الشباب، فالله يعطيكم العافية وشكراً.